بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مسألة فقهية متداولة أحباب ومنتشرة في تلك الأيام، وخاصة يا أحباب إخوان في الله أن الأمر يتعلق بالأضحية. هذه المسألة أحباب إخوان في الله، ما هي العيوب التي لا تجوز أن تكون موجودة في الأضحية، أو ما هي العيوب التي ترد بها الأضحية؟ أحباب إخوان في الله، صلي بنا على رسول الله. هناك أربع عيوب، إن وجدت واحدة من هذه الأربعة في أضحيتك فاعلم أن الأضحية لا تجزئ على الإطلاق. والحديث رواه الإمام البراء رضي الله عنه وأرضاه عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى الأربعة وراجع وتفحص وانظر إلى أضحيتك، إن كانت فيها واحدة من الأربعة فلا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضحية. واحد، اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، العورة اللي بيها عوار، أحبابي أخوة عوار، وبين كمان فمن باب أولى العمياء. اثنين، قال صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها أو البين عرجها، شايفة عرجاء قدامك ما تصلحش. رقم ثلاثة، المريضة البين مرضها، مريضة وشايفة أنها مريضة جدا، وتجد بعض الناس يمسون في الطرقات ويبيع ويقول لك: الحق اشتري خروف ب 500 جنيه 200 جنيه 400 جنيه ب 1000 جنيه، شفته في الطريق وتراه كأنه لا يستطيع أن يتحرك. يبقى إذن المريض الذي المريضة البين مرضها. رقم أربعة، العجفاء التي لا تنقي. ما هي العجفاء؟ قالوا التي لا مخ لها لشدة المرض، هزيلة للغاية أحباب إخوان، ولا تنقي في الطعام. هذه الأمور الأربعة إذا وجدت في الأضحية نجملها فنقول: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، العجفاء التي تنقي. وما عدا ذلك اختلف فيه العلماء. نقول: هل يجوز أن تكون مكسورة الأسنان؟ قالوا: يجوز. هل يكون مكسور مقطوعة الذيل؟ مقطوعة الذيل؟ قالوا: نعم يجوز. لكن مقطوعة الإلية بالأكمل؟ قالوا: لا يجوز. أحباب، الإلية التي توجد في الخروف أنه لو أنها مقطوعة كاملة قالوا: لا يجوز. أكثر أهل العلم يقولون: لا يجوز. كذلك نقول يا أحباب إخواني في الله أن المسلم يا أحبابي يتصدق بأفضل ما عنده، كما ذكر ربي تبارك وتعالى فقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إن شاء الله رب العالمين. كذلك يا أحبابي إخواني في الله، هل يجوز أنك حبيبي اشتريت الأضحية فكسرت، هل يجوز أنك تضحي بها؟ قالوا: نعم يجوز إن شاء الله رب العالمين. هذا شيء يا أحبابي إخواني في الله من الأمور أردنا أن نذكر به أحبابنا وإخواننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.